أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، النشرة الأخبار الثانية من قناة التناصح ونستهلها بأبرز العناوين. مصادر بوزارة الخارجية المصرية تكشف عن اتصالات مكثفة بين روما والقاهرة بشأن الملف الليبي. اللجنة المكلفة بحصر النازحين والمهجرين من درنة تؤكد وصول أكثر من 800 عائلة إلى المنطقة الغربية. محكمة استئناف في طرابلس تصدر أحكاما بحق متهمين على ذمة ما يعرف بقضية السريع. إلى التفاصيل، السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن الاتصالات المكثفة بين مصر وإيطاليا بشأن الملف الليبي ناقشت أخيرا دعم إيطاليا لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر تحت مسمى دعم مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير القانونية نحو أوروبا. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولها إن تنسيقا على مستوى عال حصل بين القاهرة وروما لإسقاط التحركات والخطة الفرنسية التي سبق وأعلن عنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في ديسمبر القادم. أوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت عودة قوية لإيطاليا لتتصدر الملف الليبي كممثل للاتحاد الأوروبي وإعادة نفوذها مجددا. هذا وتستعد روما لعقد مؤتمر موسع حول الأزمة الليبية بحضور الأطراف الفاعلة في الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي. يبدو أن الأزمة الليبية ستشهد في الأيام القليلة القادمة تغيراً لوجستياً غير مسبوق، فإيطاليا التي ترتبط بعلاقات قوية مع الحكومة المقترحة والمعروفة بدعمها للرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج منذ دخوله للعاصمة طرابلس في 30 مارس 2016، تسعى وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لدعم قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بدعوى مكافحة التطرف والحد من تدفقات المهاجرين نحو أوروبا، الأمر الذي سيقفز على المناورات الفرنسية وسيقطع الطريق أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم نجاحه في جمع أطراف الأزمة الليبية في الإليزيه. تطورات منافية لما جاء في مقال موقع هافينتون بوست والذي أكد اعتزام حفتر مقاطعة المؤتمر الدولي الذي سترعاه إيطاليا الخريف القادم ليترك تساؤلا بالخط العريض حول ما إذا كانت إيطاليا جادة في مباحثاتها مع مصر لدعم حفتر أم أن الأخير يعتزم مقاطعة مؤتمر روما لأجل الضغط على الحكومة الإيطالية لكسب دعمها خاصة مع قرب الاستحقاق الانتخابي القادم. أعلنت اللجنة المكلفة بحصر النازحين والمهجرين من مدينة درنة أن عدد الأسر المهجرة من المدينة بلغ 27800 أسرة منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقتها ميليشيات الكرامة للسيطرة على المدينة. مصادر من الأهالي أوضحت أن الأسر توزعت بين عدة مدن من بينها طرابلس ومصراتة وزليتن والخمس وغريان في المنطقة الغربية، مضيفة أن هذه الأسر تعاني ظروفا صعبة جراء ارتفاع الأسعار ونقص السيولة. يشار إلى أن الحكومة المقترحة شكلت لجنة خاصة بالنازحين والمهجرين من مدينة درنة، لأن أبرز بند فيها هو عدم التزام الحكومة بأي نفقات مالية تجاه اللجنة، حيث لم تصرف لها أي مبالغ مالية حتى الآن. في شأن آخر، أصدرت الدائرة الجنائية 17 بمحكمة استئناف طرابلس الأربعاء أحكامها بحق المتهمين على ذمة ما عرف إعلاميا بقضية السريع التي دارت أحداثها يوم 21 أغسطس 2011 في العاصمة طرابلس. بحسب الصفحة الرسمية لوزارة العدل، فقد قضت المحكمة بحكم الإعدام بحق 45 متهما من أصل 800 متهم على ذمة القضية. كما أصدرت
أحكاما متفاوتة بالسجن ولمدد متفاوتة بحق البعض، وحكمت للبعض الآخر بالبراءة في الدعوة المعروفة على ذمة ذات القضية. أعلن رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح توقيف المسؤولين عن إطلاق الرصاص أمام قاعة المجلس الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد لجنة التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور ومحاكمتهم عسكريا. نقل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن رئيس الأمن الرئاسي رافع غضان قوله إن التحقيقات جارية وتم توقيف من قام بهذه الأفعال وفق القانون العسكري المعمول به، ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس النواب المنحل. لا زالت جلسات البرلمان المنحلة المتعلقة بقانون الاستفتاء على الدستور تنعقد لتنفض على لا شيء، مشدة وتدافع ينتهي برفع متكرر وتأجيل مستمر للجلسات بانتظار أن يأذن الله بالفرج. الزميل صالح سلامة والمزيد. أنت اليوم واخدين 80 يورو وفي هولندا شريتين إذا كان صار المستشار وأنت وعائلك أنتم الذين تأخذون في الدولار. أنا قرش بغلداش، أنا قرش واحد بغلداش على من تراهن. أنا ابن برخة مش أنت، أنا ابن برخة. كعادتها دائما وفي كل مرة تنتهي جلسات البرلمان المنحل في طبرق إلى لا شيء، فلكلور متكرر يبدأ بمشادات كلامية وتدافع بالأيدي، صراخ وعويل يؤول إلى شيء من التدخلات لإنهاء جلسة مستنسخة من الفشل. كانت قد شهدت الثلاثاء إطلاق نار أصيب فيه أحد النواب إصابة طفيفة، فيما انشغل آخرون بالرد على هجمات الفيسبوك. جماهيرنا اللي جابتنا هنا يجب تحمل سرية أمانة، جماهيرنا اللي رشحتنا احنا هنا يكفلنا على روسنا ووقفين للنار، والحمد لله نطمنهم بأن فرزات هذا المجلس فرزات جميلة وقوية، فهمتوا، وسليمة 100%، فهمتوا، نبوا من ناسنا تتواصل عمام ويردوا عليه الجملة بأي طريقة، سواء عن طريق الهاتف ولازم يردوا عليه تلفون سبوك وحكروا عليها ولا ليس من رأى كمن سمع. فقد انتقلت الاشتباكات في جلسة التصويت على قانون الاستفتاء إلى خارج مقر النواب المنحل بين حرس المنحل وبعض الرافضين لتمرير القانون، حيث جرى سماع إطلاق نار وانتهت الاشتباكات إلى التوقف بشكل نهائي وسط انتشار أمني وعسكري مكثف، ومنعت جميع وسائل الإعلام من الدخول لمقر المجلس المثير للجدل. كل على طريقته الخاصة، المعرقلون لإصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور قد يدفعون المجلس إلى تعليق جلساته إلى ما بعد عيد الأضحى استعدادا لجولة جديدة من ترتيب الأوراق واستنهاض سبل الاختلاف ووأد كل بادرة للاتفاق على أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة، متلازمة أحاطت بالخطة الأممية المقترحة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الأزمة القائمة وتنهي معها الأجسام السياسية والتشريعية القائمة التي أرهقت الليبيين صبرا على المكاره. بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومحافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير آخر ما وصلت إليه خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. أكد المجتمعون على ضرورة أن تخفف هذه الإصلاحات من أعباء المواطن وتكبح جماح السوق الموازي وأن تساهم في توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة. قال وزير المالية بالحكومة المقترحة أسامة حماد أنه نظرا لسوء الوضع الذي يعيشه المواطن الليبي أمام التضخم الكبير في أسعار السلع
الخدمات وشح السيولة، فلابد من ضرورة إحداث تعديل لسعر الصرف وصولا إلى سعر الصرف التوازني وضرورة إعادة النظر في مسألة دعم المحروقات. جاءت تصريحات حماد أثر لقاء الثلاثاء مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز للتأكيد على أهمية وضرورة البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات المقدمة من مصر في ليبيا المركزي. هذا وقالت ويليامز أن أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية سيلتحق قريبا بالبعثة الليبية. وأوضحت ستيفاني خلال اجتماعها مع وزير المالية المفوض بالحكومة المقترحة أسامة حماد أن البعثة ترغب في إتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية. يشار إلى أن ليبيا تمر بأزمة اقتصادية خانقة مردها إلى عثرات في السياستين المالية والنقدية اللتين تؤولان إلى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي. هذا وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من النسوة بإغلاق الطريق الساحلي جنصور وإحراق الإطارات تعبيرا عن غضبهن لعدم تحصلهن على السيولة النقدية وللمعاملة السيئة التي لقينها أمام مصرف الجمهورية فرع النسيج. لازالت مقترحات حزمة الإصلاح الاقتصادي متداولة بين المركزي والحكومة المقترحة مسعى غير مؤكد النتائج للتخلص من السوق الموازي التي خلقتها سياسات نقدية اتبعها المركزي وأدت باقتصاديات البلاد إلى كثير من التدهور. الزميل صالح سلامة المزيد. رغم عارمة من التصريحات حول مصير الإصلاحات الاقتصادية، ما لبثت تتلاشى بعد موجة تسريبات وأنباء تتحدث عن قرب تنفيذها، بالإضافة إلى حديث عن قرب اكتمال التحضيرات لإطلاقها في مسعى غير مؤكد النتائج للتخلص من السوق الموازي التي خلقتها سياسات نقدية اتبعها المركزي وأدت باقتصاديات البلاد إلى مزيد من التدهور. حدة الخلافات والتكهنات والاستنتاجات والتوقعات حول مآل تلك الإصلاحات ضغط على المشهد الاقتصادي المتأزم ودفعت بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن حزمة الإصلاحات المقترحة لن تجد طريقها للتنفيذ وسط تعقيدات الأوضاع السياسية الراهنة ومحاولة كل طرف التنصل من تبعات فشلها، خصوصا مع حضور انعدام الثقة في ثبات موقف المصرف المركزي استنادا إلى أوضاع تاريخية سابقة وتوسع الخلافات حول الأطر القانونية المحددة لها. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة إلى تحميل المواطن مزيدا من الأعباء الإضافية في أجواء تحولت فيها المنظومة المصرفية وعلى رأسها المصرف المركزي إلى مجرد آلة صرف بائسة ومسؤولين لا يمتلكون شجاعة الاعتراف بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من ترد تقف شاهدا عليه صفوف المواطنين أمام المصارف ممن طغى على وجوههم علامات الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال. قالت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء أن مجموعة مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية منعت بالقوة عبور شاحنات نقل الوقود المتجهة من طرابلس إلى مناطق الجبل الغربي. وأوضح المكتب الإعلامي بالمؤسسة أن عرقلة وصول الشاحنات إلى جبل نافوسة يهدف إلى خلق أزمة وقود، متهما رئيس لجنة توزيع الوقود والغاز المقال ميلاد الهجرسي بالوقوف وراء هذه الأزمة وفق قوله.
أعلن مصدر من حقل الشرارة النفطية أن إنتاج الحقل بلغ 260 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيل محطة التحكم بالحقل. وكالة رويترز أشارت الثلاثاء إلى أن المحطة 86 عيد تشغيلها بقدرة بلغت 50 ألف برميل يوميا وما يعادل نحو نصف طاقتها. اذكروا أن الموقع التابع لحقل الشرارة تعرض منتصف يوليو المنصرم لهجوم من مجموعة مسلحة اختطفت 2 من موظفي الحقل. ذكرت صحيفة اس اند بي جلوبال بلاتس ان انتعاش النفط الخام الليبي شهد ارتفاعا في الانتاج باكثر من مليون برميل يوميا للمرة الاولى منذ اوائل يونيو. ذكرت الصحيفة أن الزيادة الأخيرة تأتي بشكل رئيس من حقل الشرارة النفطي، حيث ارتفع الانتاج إلى ما يزيد عن 250 ألف برميل في اليوم مقارنة ب 218 ألف برميل في الأسبوع الماضي. انخفضت أسعار النفط الأربعاء بفعل تقرير عن زيادة المخزونات الأمريكية من الخام، بينما زادت توقعات اقتصادية قاتمة التكهنات بانخفاض الطلب على الوقود. وسجلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 72 دولارا فاصل 14 سنتا للبرميل، منخفضة ب 32 سنتا عن آخر إغلاق. وتراجعت كذلك العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ل 34 سنتا إلى 66 دولار فاصل 70 سنتا للبرميل. شكل المجلس الرئاسي المقترح الأربعاء لجنة لرعاية موسم الحج للعام الحالي، حيث نص القرار على تكليف لجنة من 4 أفراد تعنى برعاية أداء فريضة الحج لهذا العام. إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عبر فيسبوك أوضحت تكليف عباس أبو بكر القاضي برئاسة اللجنة بتكليف محمد الشريف نائبا له. في ذات الشأن نفى المتحدث باسم بعثة الحج الليبية لهذا العام الدكتور عبد القادر المصري وجود تقصير من بعثة الحج تجاه حجاج بيت الله الحرام الموجودين في الأراضي المقدسة. وقال المصري في تصريح للتناصح إن من يقوم بخدمة الحجاج كبار السن يدار المسنين الليبية وهي من تشرف على خدمتهم بالكامل دون أي تدخل، مشيرا إلى وجود 6 حالات وفاة طبيعية بينهم مسن واحد. وأكد المتحدث باسم بعثة الحج وصول كافة الحجاج الليبي لهذا العام إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج. وأضاف المصري أنه وبعد أخذهم الفتوى الشرعية من دار الإفتاء تم حصر المقعدين الذين سيتم نقلهم من عرفات إلى الفندق مباشرة لحمايتهم، والذين سينوب عنهم فريق لخدمتهم وفريق آخر للرمي نيابة عنهم في من أيام التشريق، وستجهز لهم أول طائرة تعود إلى ليبيا، مشيرا إلى أن التأشيرات الإضافية التي قررها الرئاسي المقترح لا علاقة لهم بها.
هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. اختتام مسابقة الإمام أحمد الزروق لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمدينة مصرات. ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعه. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. بحث عضو المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة أحمد معتيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الصعوبات التي تواجه صندوق الضمان الاجتماعي. المجلس وعبر صفحته الرسمية أوضح خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بطرابلس بأن الصندوق عاجز عن تأمين المعاشات الأساسية البالغ عددها 17,000 معاش، مؤكدا على ضرورة دعم الصندوق والعمل على وضع مقترحات للحد من العجز الذي يعانيه حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة. وبالعودة مشاهدينا إلى ملف الحجيج الليبيين، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عبد القادر المصري المتحدث باسم بعثة الحج الليبية عبر سكايب من الأراضي المقدسة. دكتور أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا أهلا وسهلا بكم مجددا. قطع الخط للأسف في النشرة الفائتة، فنريد أن نوضح بعض الأمور الأخرى التي كنت بدأت في توضيحها. ولكن نعم، كنا قد وصلنا عند موضوع خدمة الحجاج كبار السن في ميناء وعرفات، وتحدثنا في هذا الموضوع قبل أن نفقد الاتصال بك دكتور. نعم. يعني هناك نعم. موضوع حالات الوفاة. نعم. في كبار السن 6 حالات، يعني لو توضح لنا هذا الأمر. التحق الآن متوفي 7، وهو سعيد عقاب عبد الرحمن توفى اليوم، التحق بمجموعة المتوفين، وبذلك يكون عدد المتوفين 7 حالات، منهم حالتين من كبار السن وحالة من الشهداء والمفقودين، و4 حالات من حجاج القرعة. أحببت أن أضيف إلى ذلك أن لدينا 5 حالات غسيل كلى، طبعا هذو كلفنا طبيب ومرافق إداري لهم بنقلهم من وحيد المستشفى. الحمد لله الآن تم تسيير العملية بسلاسة. كان في زحمة شوية في البداية لينتظروا فترة طويلة، لكن الآن عقدنا مع مستشفى لنقل الحالات طبعا الهدية والحالات الأخرى. لدينا 15 حالة بالمستشفى، أمورها تتحسن الحمد لله. 5 سيارات إسعاف تعمل على مدار الساعة، 3 عيادات تعمل فيها 3 دكاترة على مدار الساعة بتمريض بتاعهم. صيدلية طبعا اجتزنا طبعا حتى الكشف وزارة الصحة السعودية، واخذنا الموافقة على عمل هذه العيادات. نشوف في حوالي من 300 إلى 500 مريض يوميا،
طبعا أغلبهم من كبار السن زي كما تعلم. نحاول بالنسبة لكبار السن هناك فريق زي كما ذكرت أنت من دار المسنين، وفريق أيضا التحق اليوم من الهلال الأحمر بهذا الفريق يقوم على. طيب دكتور عبد القادر، يعني فصلت في حالات الوفاة، نعم في حجراتهم، نعم فصلت في حالات الوفاة ولكن لم تتحدث عن الأسباب التي أدت إلى وفاة هؤلاء الحجاج. فصلت في الحالات أسباب الوفاة. علي أبو بكر الهماري 71 سنة من تجار من حجاج القرعة، توفي بذبحة صدرية وهو يطوف. دكتور عبد الرحمن، دكتور إبراهيم سالم من مصراتة 54 سنة يطوف بوالدته حتى هو توفى وهو يطوف. عطية محمد عطية توفى من مستشفى سنة كبير، هذا عطية يعني عدة مضاعفات. هو سعيد عقاب حتى هو كذلك من كبار السن. الدكتور عبد الرحيم مصطفى وهو طبيب استشاري أطفال مواليد 1956 توفى أكل ذبحة صدرية في حجرته. نعم هذه الحالات كلها يعني أغلبها ما عندناش واحد ضربة شمس، ما عندناش واحد مثلا يعني كلهم يعني توفوا اثنين وهم يطوفوا، ويسأل الله عز وجل أن تكون حسن خاتمة ونكون يعني إن شاء الله يعني نلحقهم بنفس الخاتمة التي طيب ختمت بها. دكتور دكتور بعثة الحج لهذا العام صاحبها العديد من الإشكالات والتداخل حتى في موضوع اللجان، وهناك يعني أخبار وصلت إلينا حتى منك أنت تحدثت عن أن هناك زيادة في التأشيرات لعدد الحجاج الليبيين الذي من المفترض أن يكون قد خصص لليبيا من قبل المملكة. ما هو هذا الموضوع بالتحديد؟ كالعادة كل سنة تكون هناك يعني تأشيرات مخصصة قانونية، وهي السنة هذه 7350 تأشيرة وزعت على 6% على كبار السن و40% على حجاج القرعة، قسمت بطريقة يعني نزيهة. هذا الذي طبعا يعني شاهدته وشفته يعني من مقابلتي مع الأستاذ عباس رئيس البعثة. هناك 500 حالة طلبت على ما يبدو ولا أعلم بها من المجلس الرئاسي مباشرة. اتصلت بالأستاذ عباس اليوم، بلغني أن لا علاقة لبعث الحج بهؤلاء، ولكن إذا وصلوا يعني إحنا سكننا حتى الحجاج اللي عندهم يعني فيزا حرة من تونس جوا لمكان الليبية وسكنوا. نحاول بقدر المستطاع أننا نكون ليبيين مثل زي بعضهم، لكن هذو ما إحنا لا علم لنا ولا يتبعونا يعني. يعني ما يتبعوناش بأي حال، يعني هؤلاء 500 حاج يعني ما يتبعوناش، لأن هذا الذي وصلني من رئيس البعثة. أنا طبعا الأمور هذه اللوجستية والأمور الإدارية ليست من صليب تخصصي، نسميه تخصصي أنا يعني طبيب يعني في العيادات وفي رعاية المرضى، وأنني نقول الأخبار كلها لوسائل الإعلام حسب ما تردني يعني. فهذه 500 تأشيرة لا علاقة لها لا بالقرعة ولا علاقة لها ببعثة الحج. هل وصل كل هذا العدد إلى الأراضي المقدسة الآن؟ عد حجاج القرعة هذا العدد الإضافي 500. هناك 104 ال 500 أعتقد أن اليوم أعتقد أن في وحدة اليوم الظهر أعتقد توصل، وفي وحدة ثانية توصل أظني مع الفجر. لا أعلم. طيب يعني من هو المسؤول عن هذا الزيادة في العدد؟ ألم يكن من الأولى أو من الأجدر أن يكون هؤلاء مرافقين لكبار السن الذين قد تم إرسالهم كما تحدثت أنت حتى بالتجاوز للشروط الصحية التي حددتها البعثة؟ ما هو زي ما تعرف أنت كانت من أساس البعثة كبار السن كانت من الأساس أنه بدون مرافق، بالتالي هذه الموافقة حدثت بعد ما وصل كل كبار السن. يعني لا أدري حقيقة، أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أجيبك أي إجابة لأنها ليس من صميم تخصصي حقيقة، يعني أن أقف على هؤلاء الحجاج كيف وصلوا ومن أتى بهم وكيف حصلوا على التأشيرات لا أعلم والله. طيب دكتور، يعني في كلمة أخيرة، هل الوضع الذي يعيشه الحجاج الليبيين الآن في الأراضي المقدسة خاصة فئة كبار السن هو وضع مطمئن ووضع جيد ويتلقون كامل الخدمات دون أي تقصير أم لا؟ نحاول ذلك بكل ما أوتينا من قوة. عندنا هدف وحيد وهو أن نرجع هؤلاء الحجاج إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين على بأقل قدر ممكن من الخسائر. نحاول أن
نأتي بكل ما يعني لدينا من يعني استعدادات المتوفرة لدينا أن نخدم بها حجاجنا. هناك مغاصات، أشكرك جزيل نعم. هناك أخطاء، هناك صعوبات نواجهها يوميا نعم، ولكن نحاول أن نتخطى هذه الصعوبات على قد ما نستطيع. نعم أشكرك. إن الوضع مش ليس سهل، لكن نعم. بصفة عام نطمن أهلنا، نطمن أهلنا في ليبيا بأن إن شاء الله بإذن الله حيرجعوا أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد القادر المصري المتحدث باسم بعثة الحج الليبية. أكدت شركة ليبية للموانئ أن شحنات الأضاحي المستوردة لا تزال تصل تباعا لميناء طرابلس البحري. الشركة على صفحتها الرسمية الثلاثاء أوضحت أن فرق المناولة تمكنت خلال اليومين الماضيين من تفريغ شحنات قوامها أكثر من 13 ألف رأس من الأغنام، مشيرة إلى أن الميناء يستعد لاستقبال شحنات إضافية من المتوقع وصولها قريبا لصالح الشركات الموردة. رصدت عدسة التناصح بعض الآراء حول أسعار الأضاحي ونقص السيولة النقدية، فلنتابع. سعرها في القنطرة 300 جنيه، كيف ندير هني؟ كيف نبيعها؟ وجايبة من الله يعلم قداش متلفني، ووفرت أنا للمواطن للزبون وفرت له، وفرت له درت له بالشيك ودرت له بالبطاقة ودرت له بالسداد، كل شيء وفرت له. تعال أخوت بس نسهلوا لهم، واللي ما عندهاش نساعدوا فيه، والله فوق أكبر مساعدة يا طيب. العاطين مش بكم انتم كتجار يعني؟ لا لا، وين تجار برا الحلقان كلها، وشوفوا تشبه الاسعار اللي عندنا احنا وشوفوا الاسعار الناس الثانيه. نقول كل سنه وانتم طيبين على مناسبه عيد الاضحى المبارك. وبالنسبه لسؤالك خويا، من رايي ان السؤال مفروض يتوجه للمسؤول اللي بيده الحل والربط في الدوله وليس المواطن، حتى لو قلت رايي. طبعا الراي ان الفرق في اللي ياخذ فيه المواطن من المصارف واللي قد واللي معروض في السوق، راي طبعا فرق فلكي ما بيناتهم يعني وكذا. وبالتالي اكيد مش حيرضيني ولا حيسعد الناس ولا حيرضي الناس، يعني اي مواطن حتوقفه واي شخص حتوقفه حتى ولو كان متزيد وكذا حيقول لك ان هذا شيء ما عندهاش لي طاقه ولا عنده لي حل. قامت الشركة العامة للكهرباء الأربعاء بإزالة التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية بمنطقة جفارة جنوبية طرابلس. الشركة العامة عبر صفحتها الرسمية أوضحت أنها أزالت التوصيل عن 110 محلات تجارية وصناعية وفصلت 83 كاشفا عن الشبكة حتى الآن. يشار إلى أن الحملة قد بدأت في 25 من يوليو الماضي في إطار محاولة الشركة للحد من الأحمال الزائدة على شبكة الكهربائية. ذكرت صحيفة ميركا لايف أن مالطا وافقت على السماح لسفن الغاز بالرسو في الجزيرة. وقالت الحكومة المالطية أن مالطا ستقدم تنازلا لا يسمح للسفينة بدخول موانئها رغم عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك، وأن مالطا ستستخدم كقاعدة لوجستية لكافة المهاجرين الذين كانوا متواجدين بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وأسبانيا. جاء ذلك بعد أن تم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على مشاركة 141 مهاجرا بينها بالتساوي. نظمت الأربعاء بمدينة مصرات احتفالية بمناسبة اختتام مسابقة الإمام أحمد الزروق لحفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى ليبيا. جرى خلال الاختتام عرض عدد من المقاطع المرئية التي توثق مسيرة المسابقة منذ البداية وعدة فعاليات انتهت بتكريم المتسابقين الأوائل. يشار إلى أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 23 متسابقا من جميع أنحاء البلاد. الفائز الأول أيوب ضو السنوسي من مدينة مصراتة من مواليد 1995.
وتحصل على 98.35 بتقدير امتياز، وقدم لحصوله على درجة أعلى في الأحكام. الفائز الأول والفائز الثاني حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من أن مجرمي الإنترنت يخططون لهجوم منسق على أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم، ما قد يؤدي إلى سرقة ملايين الدولارات عبر سحبها من حسابات العملاء المصرفية. وذكر التنبيه السري المرسل إلى البنوك أن المخطط المعروف باسم ITM Cash Out يمكن أن يتم على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إغلاق البنوك، وذلك عبر استخدام برمجية خبيثة للتحكم بأجهزة الصراف الآلي وسرقة الملايين من الدولارات. في خبر أخير، انتعشت أسعار الذهب الثلاثاء من أدنى مستوياتها في 18 شهرا مما أثار إقبالا على الشراء، بينما بدد الدولار مكاسبه بعدما صعد لأعلى مستوى في 13 شهرا. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1195.51 دولارا للوقية. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1200 دولارين و50 سنتا للأوقية. ومن البورصة العالمية إلى بورصة السوق السوداء في ليبيا. قبل الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. مصادر بوزارة الخارجية المصرية تكشف عن اتصالات مكثفة بين روما والقاهرة بشأن الملف الليبي. اللجنة المكلفة بحصر النازحين والمهاجرين من درنا تؤكد وصول أكثر من 800 عائلة إلى المنطقة الغربية. محكمة استئناف في طرابلس تصدر أحكاما بحق متهمين على ذمة ما عرف بقضية السارية. وتابعتم أيضا اختتام مسابقة الإمام أحمد الزروق لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمدينة مصر. شكرا مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله.